بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وداء ودواء، حلقة جديدة إن شاء الله مع البروفيسور العالم أستاذ دكتور عبد الباسط سيد، أستاذ التحليل الطبي بالمركز القومي للبحوث وعضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أستاذ الأطباء التكميلي بمصر. برحب بك يا دكتور. برحب بكل مشاهدينا ونبدأ حلقتنا بسرعة جدا. كان المفروض النهاردة هنتكلم عن الهربس الجنسي، وأستاذ دكتور عبد الباسط سيد جاي متأهب إلى ذلك، ولكن يعني عايز اقول ان هو برضو حرصا منه على مشاهديه ومحبيه، فقال لا احنا النهارده انا جاي لي اسئله استفسارات كتيره جدا على الشات علشان المنتجات، رغم ان احنا كل حلقه بنعمل فيها وقت معين على المنتجات، كيفيه الاستخدام ودواعيها وفوائدها ومكوناتها وخواصها وكل شيء، ولكن برضو يوجد من يشاهدنا لاول مره ويشتكي من ان هو مش عارف يستخدم المنتجات، يشتكي ان هو مش عارف يتعامل معاها، يشتكي ان في على سبيل المثال وليس الحصر ربي دارك مش عارف استخدمه، اشتريته ومش عارف استخدمه، طب هسبغ قد ايه، طب انا هستخدمه كل يوم ولا يوم فيه ويوم ما فيش، مواضيع كلها يعني فيها نوع من انواع اللبس، لكن ان شاء الله باذن الله في هذه الحلقه نتكلم فيها هذه المواضيع. دكتور في البدايه عايزين نتكلم على منتج وطريقه الاستخدام وخواصه مره جديده، رغم ان احنا بنكلمها كل حلقه، ولكن خلينا النهارده نتكلم ده ونستقبل كل اتصالات حضراتكم ان شاء الله واستفساراتكم باذن الله في كل المجالات باذن الله في هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزه والجبروت. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الامي الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، حقيقة انت برضو طرقت يعني انا جاي النهارده سؤال ملح جدا من سيدة فاضلة بتقول ان هي خدت الرابي دارك البني واستخدمته فحسبته 5 دقايق، فلون جزء وما لونش جزء. فاحنا بنقول ان المفروض ان ده شامبو في داخله صبغة، والمعروف ان اي صبغة لازم تبقى ملامسه للشعر اللي احنا عايزين نصبغه. فبالتالي احنا بنحط ميه على الشعر وبعدين بنحط عليها الشامبو، ففي الاول وفي الاخر لابد ان احنا نقلب. صحيح. يعني اما بمشط واما بدينا، يعني الانسان اللي هو تخلل الصبغه في مثلا الشعر. فبما ان دي عباره عن شامبو فاحنا عايزين الشامبو يتغلغل خلال الشعر. يعني يحيط الشعر من جميع نواحيه. والواضح جدا لما شفت انا النهارده الست السيده الفاضله اللي جاتني دي، واضح جدا ان جزء منها مصبغ كويس جدا والجزء الثاني ما مصبغش، مما يدل على ان عمليه الايه؟ طريقه الاستعمال ما كانتش صحيحه. طب خلينا نقول لمخرجنا الجميل يجيب العبوه دلوقتي على الشاشه برضه عشان يبقى احنا شرح الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد مع شكل العبوه، يبقى احنا ماشيين شايفين ده وعارفين ايه خواصه وكيفيه استخدامه. دكتور كيفيه استخدام اولا تعريف درابي دارك ومكوناته وكيفيه استخدامه، والعلم هو احنا كذا مره عمالين نقول ان ده 4 في 1. 4 في 1 يعني ايه؟ يعني شامبو وصبغه وكراتين وبلسم. احنا اساسا لما بنيجي نستخدم اي شامبو بنحط ميه في الاول على الشعر، طبيعي جدا، وبعدين بناخد الشامبو وندلك بيه الشعر. تمام. لما يدلك وبيعمل رغاوي مش معناها ان خلاص دلكت انه عامل رغاوي، السبب لانه لازم يتقلب. تمام. ده كمان 4 في 1 ودي شكله. فالمفروض ان احنا نقلب، المفروض يبقى معايا اما مشط بقلب بيه او اما بقلب بدايه. طب هي استخدمت، هي قعدت او مكثت 5 دقائق فقط لا غير. طب ده مش صح ليه؟ لا، هو المفروض ان انا عشان الكلام، وخاصه ان شعر السيدات بيبقى اكثف من شعر الرجال، وبعدين الاسكال نفسها يعني انا لما بيجي اعمل ايه اللي هي فروة الرأس احيانا بتبقى فروة دهنية. والفروة الدهنية دي عايزة اقلب الشامبو فيها كويس جدا. حتى الغسل العادي يتطلب انك تقلب الشامبو كويس جدا في الدماغ عشان تقدر تخلي فروة الرأس ايه تتنظف كويس. بناء عليه انا قلت لها هل انت قلبتي؟ لا، قالت لي انا سبته 5 دقايق وخلاص. قلت لها لا، عشان كده الجزء اللي هو طاله الشامبو هو اللي صبغ، هو اللي صبغ، الجزء الثاني ما اتصبغش. يبقى اذا الطريقه الصحيحه لاستخدام رابي دارك دلوقتي نحط ميه على الشعر، نبلل الشعر اولا بالميه، وبعد كده نروح حاطين الشامبو وبعدين نقلبه هيعمل رغاوي. تمام. وبعد كده نقعد نقلب في الرغاوي بحيث انها تتغلغل كل انواع الشعر في خلال 10 دقائق. نعم. ولو دايما الاسود الخليجي 10 دقائق. البني بيتطلب انك تستنى شويه اكتر من 10 دقائق، يعني بتاع مثلا 15 دقيقه يكون احسن.
تمام. التطبيق لابد ان يكون سكسسفولي تو دايز سكسسفول، يعني يومين ورا بعضيهم. تمام. يعني امثل بمفرد مثلا النهارده الاربعاء عملته النهارده الاربعاء، يبقى بكره الخميس اعمله. تمام. وخلاص بقى كده في هذه الحاله هحصل على اللون اللي انا عايزه 100%. بعد كده اكرر كل اسبوع. في ناس ممكن تقعد فيهم الصبغه لمده 10 ايام. تمام. يبقى انا برضو بقيس لسبب من واحد عن واحد. بيختلف. ان في ناس كتيره جدا بتلقى عندها الصبغه في الشعر عندها بتركز اكتر. معدل الحركات اللي عندها اقل. نعم. معدل مثلا العرق اللي موجود اقل. طب هنا الشعر الدهني والدهن الكثيف هل يعوق طبعا رابي دارك؟ الابعد الحدود. طب اذا كيفيه استخدام رابي دارك 4 في 1 مع الشعر الدهني الكثيف؟ هو انت اهم حاجه انك انت بمجرد ما بتحط الميه، انا عايز اقلب الشامبو عشان الشامبو بيعمل ايه؟ الشامبو بيعمل ايمالسيفيكيشن مع الدهون اللي موجوده، عشان كده قلت فروه الراس. وكلمه ايمالسيفيكيشن يعني يعمل مستحلب، يعني يختلط بيها، يختلط بيها، يخليها خلاص جزء من تكوين، ما يخليهاش طبقه بحكم ان هو شامبو طبيعي. ايوه. فبيختلط بيها اختلاط كامل، فبيعمل بيه عمليه الايمالسيفيكيشن دي. دايما انت لما تيجي تحط زيت على ميه تلقى الزيت طفى فوق الميه. صحيح. طب انا عايز الزيت ده فيه حاجه اسمها توين يتوغل وينتشر. التوين بتعمل، لا هنا لما بنحط زيت على ميه بيتطور، بيبقى فيه كام طبقه؟ 4 طبقات. زيت لا ماء فيه، وزيت فيه ماء، وماء وما فيه زيت، وماء ليس فيه زيت. نعم. فاحنا عايزين نخلي الطبقه البيتوين الان بيتوين دي تخش ببعضيها كويس. فلما تخش ببعضيها بيحطوا ماده اسمها ايمالسيفيكيشن، تعمل عمليه مزج للزيت مع الميه. الشامبو بيعمل كده. طيب خلينا اقول، في ناس تقول طب ما احنا بنستخدم الصبغه العاديه وما بيحصلش فيها الكلام اللي حضرتك بتقول، ما الفرق بين رابي دارك 4 في 1 والصبغه العاديه؟ فيها مواد بتعمل ايه؟ اكسده للون وتثبيت للون. تمام. كلها كيميائيه. بالظبط. والمشكل في الصبغات الكيميائيه الاتي: اولا انت ما تدريش ان ماء الاكسجين او النشادر ايه تاثيره اللي بعد شويه على فروه الراس. نمره 2 ان في ناس كثيره جدا من الشباب الصغير وخاصه البنات عايزه تلون شعرها. تمام. تلوين الشعر هنا معناها انك انت بتلغي الصبغه القديمه. لما تلغي الصبغه القديمه عايز تعمل تلغيها ازاي؟ عن طريق الاكسده بماء الاكسجين. تمام. انت تعرف ان السيدات اللي شعرهم اسود خليجي كده عشان يعمل مثلا خصلة حمراء صعبه جدا. فتعرف تعمل ايه؟ ينطروا ياكسدوها بماء الاكسجين. يبقى بياكسد صبغه ايه؟ الصبغه الطبيعيه بتاعت ربنا. تمام. طيب الاكسده دي بتعمل ايه؟ بتسرع في عمليه الشيب. نعم. انما لما بستخدم ايه؟ شامبو طبيعي وصبغه طبيعيه ما فيش اي نوع من انواع المثبتات الكيميائيه، يبقى انا هنا ما قد شاب قد شاب. انما انا ما بسرحش. وبعدين في نفس الوقت احنا قلنا ان احنا بنستخدمين هنا في هذه الحاله ايه؟ صبغات طبيعيه. يبقى بتصبغ البتاع ده. وبعدين في الميزه عمليه تقليب الشامبو في الراس كده وتقليبه كويس جدا بيخلي اللون ده ياخد يتحد مع اللون ده. يعني درجه اللون بتاع الشعر بتاعت ربنا انت بتحكيها في الشعر الابيض. سبحان الله. فبحكيها في الشعر الابيض ازاي؟ لان هو لما بيجي على الشعر الملونه هو صبغه طبيعيه ما بيعملهاش حاجه. نعم. فبيتركها يجي على الثانيه، الثانيه هنا في عمليه كومبيتيشن، عمليه تنافس. تمام. فالشعره البيضاء عايزه تاخد كل الصبغه امتى؟ بالتقليب. نعم. بالتقليب. فتلاقيها خدت، احنا معمول هو بالطريقه دي. تمام. معمول بحيث انك انت حاطط كنترول. ايه الكنترول؟ اللي انت بتقارن بيه اللي هو الشعره الطبيعيه. صحيح. والثانيه اللي عايزه تتصبغ. تمام. فعشان كده قلنا ايه؟ عشان نوصل ان الصبغه بتاعت الشعره البيضاء توصل للصبغه بتاعت الشعره الطبيعيه. تمام. قلنا لازم نطبق يومين ورا بعضيهم. تمام. طيب خلينا نرجع برضو على منتج تاني كان برضو من احد السيدات بيتكلموا فيه، وهو مادي كريم وحب الشباب ومشاكل حب الشباب. طب خلينا نتكلم على في دلوقتي عندنا في الشات بعض الاسئلة، في منهم انا حسيت في 2 فيهم تضارب شوية. في سيدة بتقول انا متزوجة وعندي اولاد وسني 44 سنة وحتى الان مستمر معايا حب الشباب
وهي مش موضحه هل هو عامل حفر ولا لا، والحفر عميقه ولا لا، كل ده طبعا مش متوضح. ولكن استخدمت مادي كريم لغايه دلوقتي لمده اسبوعين وحاسه ان مفيش نتيجه. ده السؤال رقم واحد عن مادي. السؤال الثاني رقم اثنين عن مادي، بنت عندها 18 سنه بتقول انا استخدمته اسبوع لغايه دلوقتي مش حاسه بالنتيجه المرجوه، وفي نتيجه خفيفه جدا ولكن مش النتيجه المرجوه. هو بص يا عزيز، هو انا في حاجه مهمه جدا، ما في حاجه في الدنيا تستطيع انك انت يعني ومادي كريم قدامنا دلوقتي الابلكيشن بتاعه يبقى ايه على كل الناس بنفس الدرجه. تمام. لان البشره بتختلف من واحد الى واحده. تمام. وكميه الدهون زي ما انت كده تفضلت دلوقتي بتختلف من واحده الى واحده. الامر المهم ان انا لما عملت المادي كريم عملته انتيسيبتيك، يعني مضاد للعفونه، يعني مضاد للبكتيريا والفطريات والايه والفيروسات. تمام. وده على فكره مهم جدا، مضاد الفيروسات دي مهم جدا، يا ريت برضو نتكلم على الحته دي. عمليه الفيروسات بالذات في حاجات كتيره جدا بتتكون في البتاع دي في الوش، زي السائلين اللي حضرتك اتكلمت قبل، عباره عن سائلين، عباره عن حراره هنا بتتكون، يعني تروح هنا خصوصا عند الاطفال حبه او الشباب. الكلام ده في منتهى الخطوره يا جماعه. لاني انا النهارده ليه اخترت الهربس الجنسي؟ تروح تلقى في واحد طلع له درجات حراره هنا وتعادى بيهم تحت. انا قعدت مع واحد النهارده قلت له قول لي هل انت لعبت مع اللاعبين بحيث ان جالك الهربس الجنسي؟ قال لي لا. والله اطلاقا. طب ايه اللي حصل؟ قال لي انا بتطلع لي حبه، شفت الحبه اللي بتطلع هنا اللي هي دي؟ طب مشكلتنا ايه يا استاذ عمر؟ احنا ممكن نلعب هنا وما نغسلش ايدينا. ده صحيح وده بيحدث كثيرا. نعم. فهي المساله انك انت لو لعبت في اي حبوب في وشك لما تيجي تروح الحمام لازم تغسل ايديك في الاول. تمام. وعلى فكره الكراسات بتاعتنا احنا بتاع زمان بتاع اجيالنا كان عليها تعليمات في الكلام ده. ده حقيقي. وكنا دايما بنغسل الاكل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل. وبعدين مش كده، ده حتى وغير الوضوء. ده يعني بركة ده بخلاف الوضوء. يعني بناء عليه الكلام ده في منتهى الاهميه. المادي كريم في حاجة ممتازة جدا، بس لازم تساعدني من جوه. تمام. لازم تساعدني سيستماتيكالي داخليا وخارجيا. بمعنى اني واحدة ستي لما جاتني بتقول انا ما اثرش فيا غير 25%. طيب كويس. لا وعايز اقول حاجة يا دكتور، هي نفس كمية الدهون اللي بياكلوها، لان دي برضو حضرتك ذكرتني الله يكرمك، ان نفس كمية نفس الاكل هو الاكل، نفس الطبيعة، في واحدة محبة للطرشي والتانية لا، والتانية محبة للدهون والتانية لا، يعني في نقدر نقول سوء في التغذية. ايوه هو اللي حصل الاتي، انا قلت لها انت بتستخدمي ازاي؟ فقالت لي والله انا طبعا بطلع بالصبح بروح شغلي وبستخدم كريم الاساس. وبعدين هو بقى المشكلة هنا في كريم الاساس. نعم. لان هنا بنيجي في منطقة اللي فيها حب شباب، ازود كريم الاساس عشان يداري الكلام ده. ماشي؟ يعني بعض الفنانات مش داعي فتحدث المشكلة. المشكلة بقى. ففي هذه الحالة لما بتيجي تغسل، طب ليه ما حطيتيش المادي كريم قبل كريم الأساس؟ ما يعرفوش. أنت ما كنتش عارف. يا ريت نقول برضه. نعم. عشان كده اللي عندها حب شباب يبقى في قبل ما تحط كريم الأساس في وشها تحط مادي كريم وتحط كريم الأساس، مفيش مشكلة. ماشي كده. بعد كده. هل ما يبقاش في تفاعل بس بعد إذنك بين مادي كريم وبين كريم الأساس؟ لا طبيعية. لا بالعكس. هو انا طبقات الجلد الثلاثه لما بتمتص المادي كريم الامتصاص هنا والبنتريشن عمليه النفاذ بتبقى ليها قدره معينه. بعد كده الجلد اتشبع مش هياخد حاجه، يبقى طبقه الجلد الاساس دي موجوده بره وخلاص ملزوقه بره. نعم. طيب خلينا برضو نتكلم عشان على عشان كده انا بقول حاجه في حاجه مهمه جدا. فبعد ما تغسلي كريم الاساس وانت ترجعي في البيت استخدمي برضو المادي كريم بعد كده الثاني. لو لقيتي اي حراره هنا، اي طلوع هنا، اي حبه هنا عند اي طفل، يبقى على طول بنعمل ايه؟ بنجيب المادي كريم نعمل له كده، نعمل له كده، نعمل له كده، بعد كده نغسل ايدينا. يا ريت ننبه جدا في منتهى الاهميه الكلام للسبب، لان دي في حاجات كتيره جدا من الهيربس السمبلكس والهيربس دوستر بتنتقل عن طريق التعامل مع هذه الامور دون ان نغسل ايدينا، ودي بتنتقل للاعضاء التناسليه وبتبقى في منتهى الخطوره. سيده فاضله بتقول عندي ثلاث حبيات شباب فقط لا غير، يعني يتم الوضع مادي كريم عليهم فقط ام على الوجه كله او على الجنب كله؟ عليهم هم فقط. عليهم هم فقط. تركز عليهم بحيث انها
تعمل بطريقه دائريه كده. طب تدهن كم مره في اليوم؟ يا ريت صباحا ومساء. صباحا كفايه قوي. اهم حاجه لمده قد ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اخلي الاكسبوشر عمليه التعريض للكريم ده اعلى ما يمكن. فبقلت قبل كريم الاساس خرجت للعمل رجعت برضو يبقى اذا موجود مادي كريم. صحيح. لما ترجع بالليل وتغسل الكلام كله ده تحط المادي كريم يبقى هيقعد معاها لفتره اطول. لا. ليه بقى؟ لان انا بقول الانتيسبتيك اللي هي مضادات للعفونه ديت اللي تموت البكتيريا والفطريات والفيروسات عايز تقعد فتره اطول ما يمكن. ليه؟ عشان البكتيريا تبقى محاطه بيها، الفطريات تبقى محاطه بيها، الفيروسات تبقى محاطه فيها. تمام. بس هو ده الامر. طيب خلينا برضو نتكلم على خشونه الركبه ومشاكل المفاصل ومشاكل الظهر برضو، عايزين نعرف كويس قوي فيرمو كريم صح كده اللي لم يكن الفان كلير ازاي بيستخدم؟ هل يعني نقول يتعامل مع السن ولا لا؟ ما فيش اي مشكله فيه خالص؟ هو على فكره في ناس كثيره جدا مش عارف شائعه دلوقتي، عدد كبير جدا من الناس يقول لك ان خشونه الركبه ملهاش علاج او خشونه المفاصل ملهاش علاج. ليه علاج؟ صحيح ده كثيرا من الناس. انا لابد اعمل ايه؟ فان كلير برضه قدام عبوته قدامنا. المفروض كان هو شبابه 70 كيلو ودلوقتي ب 120 كيلو. وعنده بالظبط وحمل على على المفاصل. وحمل على المفاصل وبعدين ماسك عصايه وماسك كلام زي كده. لما ركبه بتتعب الركبه الثانيه انت بتحمل على الركبه الثانيه. تمام. فيبقى معنى ذلك الركبه الثانيه هتتعب. اهم حاجه انك انت وانت بتستخدم هذا الكلام لابد ان يحصل ريديوسنج. ليه؟ لازم يحصل نقص في الوزن. لان اي نقص في الوزن يبقى معناه ان العضلات الحامله ده نمره واحد، نمره اثنين في حاجه في منتهى الاهميه ان الخشونه نفسها هتقل، الضغوط اللي موجوده على المفصل هتقل. نعم. الوزن اللي موجود المفصل ده شايل قد ايه من المفاصل الحامله. صحيح. فده في منتهى الاهميه يتم كده. طيب خلينا برضو نتكلم على حضرتك دايما بتتكلم عن ان فان كلير ممكن نستخدم معاه كريم تاني برضو بحيث ان احنا بيكون سهل الامتصاص وسريع الامتصاص، نستخدم ايه مع فان كلير لو حبينا؟ وبص يا استاذ عمر انا دايما اقول لي بقى انا لازم انظف البشره اللي انا هحط عليها الكريم. بس كلام جميل صح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البشره دي لما تكون اولا مزال منها طبقه الدهون. تمام. مزال منها يعني عشان كده لما استخدم الفيفا سوب يبقى انا بقدر انظف. طب في واحده على الركبه، طب مش عرفك ان الركبه دي ما فيهاش دهون؟ تمام. مش عرفك وانت في الحركه دي ما فيش دهون؟ فعشان انت العمليه دي بتعيق عمليه الامتصاص. نعم. فانا لو بنظفها بفتح المسام. تمام. فبنظف الركبه بعد كده وبعدين احط. تمام. ثلاث مرات في اليوم. تمام. ليه بقى؟ قلت انا الجوينت فري بتاع امريكا. احنا دلوقتي معانا الاثنين على الهواء بحيث ان الصابونه قدامنا والفان كلير قدامنا وازاي نستخدم الاثنين مع بعض. تمام. التنظيف للبشره. الولايات المتحده الامريكيه عملت ايه بقى؟ جابت المواد اللي موجوده في سائل الركبه اللي هي الكوندروتين صلفيت والجلوكوزامين والام اس ام. تمام. وجابتهم وحطتهم في كبسوله كبيره. كبسوله لو شفتها تلاقيها يعني اكبر حجمها زي عقله الصباع كده وتخينه. لانها بتحتوي على كميه كبيره والبرطمان بيتباع ب 650 جنيه تقريبا ب 100 دولار. وفي كميات كبيره يعني وكده مكتوب عليه فود سبلمنت مكمل غذائي. يعني اذا الدراسات اللي تمت عليه ما تمتش عليه عشان يبقى دواء. ده الدراسات اللي تمت لما تلقى مكمل غذائي معناه ايه؟ معناه انه مع التغذيه قال لك يفيد في كذا. نعم. يعني مع التغذيه ما بيقولكش ما تقدرش تكتب بامفلت. ما تقدرش تكتب ايه؟ تكتب تحته وجوه كده اللي هي النشره الطبيه. فهم كاتبين على بره على العلبه كده انه ده يفيد في عمليه الخشونه بتاعت الركبه. تمام. دايما اللي بياخد هذا الكلام لو المعده بتاعته مش سليمه بعد ثلاث اربع ايام يحس كده ان في مشكله كبيره جدا في معدته نتيجه انه بياخد الجوينت فري بتاع امريكا ده. ودي بقت مشكله كبيره جدا. عندنا في مصر في الدروفين ممتاز لدرجه انه عدد كبير جدا من الناس بياخدوا الدروفين. تمام. احنا بنقول جماعه يا جماعه يا كبار في السن يا اللي انتم معدتكم تعبانه الفان كلير كافي جدا 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 بس يستخدم كم مره؟ ثلاث مرات في مره في النهار يعني الصبح والعصر وبالليل ومساء. بس بعد قبل ما اعمل هذا الكلام لازم اغسل الركبه غسل كويس جدا وانشفها عشان افتح المسام. نعم. خلينا نتكلم برضو كمان في الفيرمو. فيرمو برضو عايزين نعرف خصائصه وكيفيه تكوينه وليه دايما حضرتك يعني اصريت ان العبوه بتاعته يبقى عليها علامه صح.
والله هي المسألة العلامة الصحية أساسا النهاردة برضو سيدة فاضلة النهاردة جاتني صبح بتتكلم عن هي عملت بوتكس هنا وعملت حقن هنا وكذا وكذا، فهي لو استخدمت في الحتة دي تلحقي عمل تنفيخ. التنفيخ هنا أنا ما أقدرش أقوله يعني أنت عايز قد إيه، والعبوة قدام دلوقتي برضو قدام المشاهد هو اللي يقدر يحدد أنت عايز قد إيه. فأنا بدهن يوميا صباحا ومساء واسيبه فترة طويلة. يعني ايه بقى؟ احنا بنعتمد على فترة التعريض بتاعت الجلد لهذا الكريم. صحيح. هو بيخش بيعمل ايه؟ بيطول الخلايا وبيملاها مية. تمام. طيب بدل بيطول الخلايا بمعنى ذلك المحتوى هنا ممكن يزيد كام؟ يعني ممكن يزيد سنتي، سنتي ونص، 2 سنتي وهكذا. بناء عليه هو ده الكلام اللي بيتعمل. طيب خلينا برضو نتكلم على الخصائص دلوقتي اللي احنا بناخدها. هل ينفع انسان حقن بوتكس ياخد فيرمو كريم ولا ممكن لا؟ يعني ممكن نفس الكلام. هي يعني في ناس بشها باظت من الحقن، لا هو بتتعامل ازاي مع هو ده بقى حضرتك اللي اتحقن ببوتكس او حقن بفيلر وعايز يعمل كده من الممكن يستخدم، بس هنا الاستخدام هيكون استخدام مضطرد. يعني استخدام مضطرد يعني متزايد. يعني متزايد يعني يستخدم مره واثنين ثلاثه، بدل ما هو مره الصبح ومره بالليل يبقى هيبقى ثلاث مرات في اليوم. ثلاث مرات في اليوم مع الايه؟ التدليك الدائري بس كده، عكس عقارب الساعه. أيوة. انا عايز اقول برضو بشرى لاهل المملكه العربيه السعوديه ان جميع المناطق فيه كثير من اهل المملكه بيكلمونا بيقولوا ان هم مش عارفين ياخدوا المنتج. هي الوكيل الحصري لمؤسسة روديو سلمى هي درة الأفنان. مؤسسة درة الأفنان هي الوكيل الحصري للبروفيسور العالي الأستاذ دكتور عبد الباسط السيد وشركة روديو سلمى. وعايز أقول كمان إن بإذن الله في الأيام القادمة هنعلن عن الوكلاء في كل المناطق في المملكة العربية السعودية حتى نوفي طلب المملكة العربية السعودية من المنتجات بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تباعا الدول العربية، إن شاء الله تباعا كل المناطق إن شاء الله بإذن الله. دكتور نرجع تاني ونتكلم على بيليدي. بيليدي النهاردة شايفين العبوة من قطعتين. في ناس كتيرة يعني بيحصل عندهم نوع من أنواع اللخبطة بين العبوتين، نستخدم ده ولا ده، نستخدم ده مع ده إزاي وما ينفعش ولا ينفع ده؟ دايما عمليه التقشير بتاعت الجلد، يعني انت عارف دلوقتي لما دايما حتى تروح انت الرجاله حتى بيعملوا هذا الكلام، لما بيروح عند الحلاق تلقى الحلاق عايز ايه؟ وقدامنا العبوتين عايز يعمل ايه بقى؟ عايز يعمل لك عمليه تنشيط للايه؟ للبتاع، عمليه اعاده نضاره الوجه. اعاده نضاره الوجه لازم نستخدم له ما يسمى بالايه؟ الكريم اللي فيه قطع صغيره جدا كده اللي هي الحبيبات الصغيره. الحبيبات الصغيره اللي هي زي الصنفر. هي دي بتصنفر. بتعمل ايه بقى في الوجه دي الحبيبه دي اساسا؟ بتعمل ايه؟ بتفتح المسام تفتيح كبير جدا وبتزود افراز الكولاجين اللي هو الطبيعي بتاع الجسم. طيب بعد ما استخدمها بدايه استخدم بعدها؟ لا ده لازم بعد كده امسحها. امسحها خالص ولا اغسلها؟ لا امسحها بالايه؟ بالقطن في الاول، وبعد ما امسحها بالقطن اجيب فوطه تكون ايه؟ على ماء ساخن. نعم. واحطها فوطه سخنه. فوطه سخنه. تمام. وبعد كده بمسح تمام التمام وانشف تمام التمام، ثم اروح حاطط الماسك الثاني عشان يعمل عمليه ترطيب للبشره ويعمل يسد المسام ويرجع الامور لطبيعتها. هتلقى في هذه الحاله النضاره ابتدت تبقى نضاره عاليه جدا. طيب هنا البي ليدي الاولاني الصنفره لمده قد ايه نحطها؟ دقايق 10 دقايق مفيش مشكله. نفضل مع الدعك. مع الدعك. طيب الثاني؟ الثاني مده ربع ساعه. ربع ساعه. بعد كده اغسله برضو بفوطه ساخنه ولا ايه اللي بيحصل؟ تشيل الباسك تمام. تشيل الباسك تماما بعد ما تشيل، لان انا ما بحبش الصابون. انا ما بحبش الصابون على الوجه. تمام. بتغسله بميه عاديه، بميه بميه ساخنه وبعدين ميه ساقعه. يعني ما نحطش الفوطه السخنه دي خالص على وشنا تاني مره؟ ممكن تاني مره ممكن بس في الاهم حاجه الازاله بالطريقه دي. طب في ناس بتحط دايما الفوطه السخنه على الوجه وتبدا تفعص في الوجه فيطلع حبيبات. لا 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 ده غلط تماما. هل ده صح ولا غلط؟ ده غلط. اغلب الكوافيرات بيعملوا كده، ده صح ولا غلط؟ يفضل يشد المناخير لفوق. لا 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 ده غلط. يعني انا مثلا عشان اشيل الدهون اللي موجوده هنا، ما هو انا لو استخدمت الصنفره هنا هتطلع بالطبيعه. ما هو بيستخدمها وفي نفس الوقت يقوم دايس بيه عشان تطلع. لا لا غلط غلط الكلام ده. غلط. تمام يبقى احنا كده عرفنا معلومه من حضرتك. ميلانو كريم، ميلانو النهارده نستخدمه ازاي قبل ما نطلع الجيل الرابع منه؟ عمليه التخصيص او عمليه التبييض دي اهم حاجه، تبييض المناطق، ده نمره واحد. نمره اثنين، في ناس بيبقوا عايزين طبقه درجه واثنين وثلاثه من التبييض. تمام.
ودايما في حتى انت بتلاحظ كده ان يعني السيدات بسم الله ما شاء الله الملتزمات، نعم، يعني بتتجمل لزوجها، عايزه تتجمل فيه وهي مثلا يعني، فده في درجه اتنين تلاته نعم، يخليها تظهر في درجه. وعلى فكره عمليه التغيير دي عمليه مهمه جدا. يعني ايه عمليه التغيير؟ يعني بص يا استاذ عمر، لما تبقى ماشي على وتيره واحده تزهق. فيعني هو ليه الاسلام خلى الرجل لازم يعني يتجمل لزوجته وزوجته تتجمل ليه؟ عمليه التغيير نفسها. نعم. عشان الملل من ايه؟ من المنظر نفسه. نعم. او من الشكل نفسه. نعم. فدي الله، انت ايه اللي بيضك النهارده يعني ايه؟ مش كده ليه وهكذا؟ نعم. طب خلينا برضو نتكلم على دلوقتي، بنتكلم على زيت سلطانه وشامب سلطانه، خصوصا احنا اتكلمنا في ربي دارك وقلنا ان الشعر الدهني بيكون فيه مشكله شويه، لازم نغسله وننضفه كويس جدا قبل ما نحط ربي دارك 4 في 1. طب هنا زيت سلطانه وشامبو سلطانه دورهم ايه قبل شامبو عمر؟ هي المساله كلها هنا ان انا عايز انظف الشعر واشيله من الطبقه الدهنيه، دي صبغه مع شامبو بتستخدم مره واحده في الاسبوع، تمام، انما انا عايز استحمى يوميا بستخدم الشامبو العادي، تمام، مش كده ولا ايه؟ تمام. في ناس شعرهم بيتساقط، شعرهم بيتقصف، شعرهم ما بيطولش، تمام، من الممكن تستخدم وده زيت سلطانه وشامبو سلطانه بس قدامنا زيت علشان سلطانه. المشاهد انا قلت ايه؟ انه يستحسن معمول من الاطفال سن 4 سنوات لحد 18 سنه، قالوا الكبار من الممكن، بس الكبار هيبقى يوم بعد يوم، يوم بعد يوم استخدامه، يعني بتحطه لمده 4 ساعات عشان يجيب التاثير بتاعه، لان احنا ما نقدرش نعمل الاطفال تركيزات عاليه، لان التركيزات العاليه من الزيوت الطبيعيه وخاصه لما يكون فيها بردقوش وزيت الروزماري بيضر في الاطفال شويه، مش بيضر يعني بيعمل حكه. لكن فحوى كلام حضرتك ان انت مركز قوي على الاطفال في زيت سلطانه. ايوه. طب هنا زيت سلطانه يعمل ايه مع الاطفال؟ خصوصا ان انا لو عايز ابني او بنتي شعره يبقى حلو وجميل، هو المشكل المشكل في الخليج دايما تلقى كل ام، الام العربيه ام ما فيش يعني ما فيش مثيلها، نعم، عايزه اولادها يبقوا احسن اولاد، طبيعي، وعايزه شكلهم يبقى شكل حلو جدا وشكل جميل جدا، وعايزه البنت والبتاع ده فعلا تلقى فيه شعر ناس كده اطفال صغيره شعرها كده كاسي وبتاع ده شعر شكل جميل جدا، تمام، فهو ده بقى هو ده اللي بيدي العمليه دي، تمام. يعني لو استخدمت زيت سلطانه ده مرتين في الاسبوع ما كويس جدا لحد ما الشعر تلقى وابتدى ما يتساقطش وابتدى يطول، نبتدي نستخدمه مره في الاسبوع مفيش مشاكل، تمام. يبقى اذا هنا هنستخدمه مع الاطفال هيدي نتيجه اعلى ونتيجه اقوى لو استخدمناه بطريقه معينه والام حرصت عليها لمده شهر، هنبدا نشوف نتيجه جميله جدا مع شعر الاطفال بالنسبه لزيت سلطانه. طب شامبو سلطانه بالنسبه للاطفال دايما انت بتراعي حته اولا اصلا ما يكون شامبو طبيعي يا استاذ عمر، يبقى انا مش خايف منه، يعني دايما ليه الاطفال يعملوا لهم شامبو؟ هو طبعا اي شامبو موجود فيه كيماويات، تمام، انما انت حريص انك تبقى الشامبو ده يعني حتى الشامبو اللي موجود في السوق اللي بيسموه كذا ولا بيسموه كذا بيسموه فيه كيماويات، نعم، هنا ما فيش كيماويات خالص، ما فيش كيماويات بقى، وده بقى الميزه انه بيخلي الطفل يبقى 100 100. وده استعراض لكل المنتجات اللي معانا. خليني اتكلم مع حضرتك في المنتجات الموجوده قدامنا، كل منتج هقوله لحضرتك تقول عليه او تصفه بكلمه او كلمتين. لو اتكلمنا على ربي دارك 4 في 1، صبغه طبيعيه مع كرياتين، تمام. لو اتكلمنا على بيرفكت كريم، البيرفكت كريم ده بيشيل السيلوليت والاستريتش مارك في الوقت نفسه، يبقى عباره عن تحسين قوام، تحسين القوام لاي سن ولا يختلف من سن الشباب الى سن الكبار؟ لاي سن، الجرعه يدهن وبعد ما يدهن يشرب ميه كتير ويمشي او يحط حزام ازاز، يتعامل مع الجميع. يتعامل، طب مع اذا كانت في منطقه بها حروق او ما شابه ذلك، هل بيرفكت كريم يتعامل بطريقه حسنه عنها ولا يعمل ايه بالظبط؟ يعني هو اساسا بينفذ جوه وبيسيح الدهون، بس الدهون ملهاش مخرج، نعم، الدهون عايزه تشرب ميه وتبذل طاقه، نعم، تمام. لو احنا اتكلمنا على فيرمو كريم، فيرمو كريم ده اساسا عمليه التنفيخ، يعني ده بيحل محل البوتكس وبيحل محل الفيلرز اللي بتملا الحفر وبتملا التجاعيد، نعم. مادي كريم، المادي كريم عباره عن انتي سيبتيك مضاد لحب الشباب، واللي مضاد لحب الشباب بيبقى مضاد لحب الشباب الحالي
ومضاد الاثار القديمه ويمنع طلوع ويمنع ظهور زياده. تمام. لو اتكلمنا على بانكلير اساسا عباره عن بازاله خشون المفاصل. نعم. يعني ده عباره عن لوبريكيشن، عمليه تزييت للمفاصل وازاله الخشونه. الصابونه دي عباره عن تنظيف لاي مكان، بس تنظيف بطريقه كويسه جدا، بتعمل الجلد تماما خالي من كل البكتيريا والفطريات والفيروسات. بيليد كريم وبيليد ماسك اللي هو دول اساسا عباره عن تقشير للجلد، صنفره للجلد مع ماسك. ميلانو عباره عن تبييض الجلد، تبييضه بثلاث درجات. المناطق الحساسه كمان ممكن المناطق الحساسه، لانه اساسا احنا قلنا انه دي شيء طبيعي، وان على فكره في ناس كتير جدا 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 في السودان وفي حتت كتير جدا قال لك ممنوع استخدام الحاجات اللي فيها تبييض. لا، دي حاجه طبيعيه لانها فيها الكوجيك اسيد والعرق السود. حتى احنا لما جينا نضيف كورتيزون ما رضيناش نضيف كورتيزون، ضفنا مستخلصات العرق السود. زيت سلطانه؟ زيت سلطانه عباره عن زيت زي ما احنا اتكلمنا فيه بتاع اطفال، بينمي شعر الاطفال كويس جدا وبيمنع تساقطه، بيزيد طوله وبيزيد نعومته. نعم. اتكلمنا على شامبو سلطانه؟ شامبو سلطان اساسا شامبو طبيعي، واستخدم للاطفال والكبار على جميع، وخاصه لما يكون فروه الراس فيها حساسيه زياده عن اللزوم. كلمه من حضرتك لكل محبيك ومشاهديك تقول لهم ايه في نهايه الحلقه؟ والله هي لكل المنتجات دي احنا حرصنا ان احنا النهارده نجاوب على كل الاسئله اللي اثيرت، بحيث ان احنا نوصل لهم هذه الامور. نمره واحد، الباحث على الطبيعه، الباحث على ترك الكيماويات، اهلا بي. تمام. خلص وقت حلقتنا مع حضراتكم بسرعه، لكن قبل ان اختم ازف الى مع اهل المملكه العربيه السعوديه. نبقى باذن الله في الفتره القادمه شركه روديو سلمى هتتم الاعلان عن وكلاء جدد باذن الله لكل المناطق، عشان تفي باحتياجات كل شعب المملكه من منتجات شركه روديو سلمى تحت اشراف دكتور بروفيسور العالم الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد. خلينا نتكلم في النهايه طبعا، لا يسعني ان اشكر ضيفي الكريم بروفيسور عبد الباسط السيد، استاذ تحليل طبي بمركز القومي للبحوث، عضو مجلس اعلى للشؤون الاسلاميه، واستاذ الطب التكميلي بمصر. بشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. بشكركم، نتمنى ان احنا نكون واجبنا واجبنا اجابات وافيه وناهيه لكل المشاهدين وكل المتصلين، سواء على الشات للاستاذ دكتور عبد الباسط السيد او عن طريق التلفزيون او عن طريق الرسائل القصيرة. كل ده احنا حاولنا ناخد منهم مجموعة عشوائية نشوف المشاكل كلها كانت فين، نبدأ نجاوب عليها. فبنتمنى من الله ان احنا نكون اجبنا اجابات وافية، يعني نقول ناهية للجهالة بالمنتجات. اشكركم، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.